هادو هادو اللي في الطرح ما دايت حيت انا عيطت انا البومبيه هذا عيطوا على يا خواتها دابا شوفي الدراري تاع عامره من تحت شوف تعجز اللسان باش نعبروا على هادشي اللي تيوقع يعني تيضر في القلب. اولا كشركه وكجماعه تنحاولوا باش نجيبوا احسن المعدات لمدينه فاس المدينه العلميه. هاد لي باك اونتيغي اللي تحت الارضيه اللي جبناهم اللي التكلفه ديالهم غاليه اللي تتقدر ما بين 15 مليون الوحده 150 الف درهم الوحده بدو لي طرافو ديالها تقام تقريبا واحد 180 الف درهم. ولكن اعداء النجاح للمره الثانيه تيقوموا بتخريب هذه المعدات بشعل حريق كما تتعرفوا المره الفايته السته ديال لي باكونتيري اللي شعلوا فيهم اضراب النار فيهم ودابا سته تحت هوائيه. ومرة اللي فاتت عاوتاني كانوا شعلوا العافيه في ديك لي كورون اغيان اللي عاد استخدمتهم شركه اوزون لمدينه فاس لاول مره توضع في مدينه فاس. وشنو نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفناهمش شنو الاستفاده ديالهم بالضبط والله العظيم الا تيدخ العقل علاش زعما تيقوموا بهذه العمليه. وكتلاحظوا ان هذه المره الثانيه اللي كيوقع الحادث انا ماشي المره الاولى اللي وقع كان فايت وقع في المرينيان في واد فاس. وهذا العمل حنا ماشي كنقولوا ان هذاك متعمد ولكن راه جميع الادله كتبين ان الناس كيتعمدوا التخريب ديال الاخر ولكن راه كيخربوا المدينه ديالهم. حنا كمستشارين كمجتمع مدني خصنا نتعاونوا على باش تكون المدينه ديالنا نقيه سواء ديك في المرجا سواء جميع المناطق. خصنا حنا كنحاولوا ان نجودوا جميع الامور ديال النظافه بالتعاون مع صاحب شركه اوزون كنحاولوا نجيبوا من الاحسن جميع المناطق دابا المرجا واخا احياء شعبيه كنحاولوا نجيبوا لها شي حاجه اللي جديده وداك الشيء ولكن حاول الساكنه تترقى لواحد المستوى ديال النظافه ديال الاحياء ديالها والمدن ديالها. والمخربين كنقول لهم ان ما يستافدوا حتى شي حاجه من هذا التخريب ديال الاخر لان كيخربوا المدينه ديالنا. حنا هذه البلاد ديالنا خصنا نزيدوا بها القدام هذا هو الاساس. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.